السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم الناس كل، إن شاء الله تكونوا أموركم بخير. تحية للناس تتبع فيها كل، تحية لكم أينما كنتم. موضوع الفيديو اليوم موضوع مهم برشا للناس اللي حابة تغرب، الناس حابة تسافر. بالطبع في 7 نقاط مهمة باش نتكلم عليها في الفيديو هذا، كما تشوفوا في العنوان 7 أشياء مهمة قبل ما تسافر. يعني هذه أشياء مهمة جدا لكل شاب حاب يتسافر، لازم يحضر الأشياء هذه قبل ما يسافر. نبدأ بسم الله، ما نطولش عليكم، ديجا كاتبهم في ورقة مش ما ننساهمش. لا محمد رسول الله بالنسبة كيف واضح التصويرة. أوكي، نبدأ بالنقطة الأولى يا إخوان، وهي أهم نقطة بأي إنسان حاب يتغرب وأي إنسان حاب يستقر في دولة يعني خارج بلاده. النقطة رقم 1 وبسم الله الرحمن الرحيم هي الحرفة يا إخوان. أي شاب يحب يتغرب ويحب يسافر لبلاد أخرى ويستقر ويجد فرصة عمل بسرعة لازم يكون عنده حرفة. راه الشيء هذا يفيدكم برشا ومهم جدا، وتلقى روحك محترم يعني برا مع الأجانب، كيبدأ عندك سبيسياليتي معينة، حرفة معينة في أي مجال يا إخوان، في الطبخ، في السياحة، في صيانة المكيفات، في صيانة السيارات، في الهندسة، في أي شيء مهم يكون عندك حرفة راك تقدر تخدم في أي دولة، راك تنجم تلقى فرصة عمل بكل سهولة. فتكلمت حتى الموضوع هذا تكلمت فيه في فيديوهات سابقة، ولكن الفيديو هذا حبيت يكون يعني خاص يعني بال7 نقاط المهمين اللي باش نتكلم فيهم. بالنسبة للحرفة يعني مهمة جدا لأي شاب يعني حاب يسافر، مش يعني ما عندكش حرفة ما تقدرش تاكل خبز، ما تقدرش ما تخدمش، تقدر تخدم الأرزاق بيد الله، ولكن مش كيما يكون عندك حرفة. كيما يكون عندك حرفة تكون يعني أسهل وأحسن وتلقى قدرك احسن يعني مع الاجانب، فهمتوني؟ لا اله الا رسول الله. بالنسبه للديزيامون يعني النقطه الثانيه وهي مهمه كذلك، اللغه يا اخوان. الناس اللي حابه تخرج لبرا تسافر وتهاجر وتستقر لبرا لازم يكون عندكم اللغه باش تقدروا تتواصلوا وتقدروا توصلوا يعني افكاركم وتفهموا الناس ويفهموكم. لازم يكون يعني عندكم اللغه الانجليزيه، راهي مهمه جدا في الخارج، مش حتى في دول اجنبيه، دول اوروبيه، حتى في دول الخليج يعني دول العربية كما دبي قطر تطلب اللغة الإنجليزية، لأن اللغة الإنجليزية مهمة في الخليج مثلا، مثال ما نحكيش على الخليج بصفة خاصة. فاللغة الإنجليزية راهي تفيدكم في التواصل. مثلا أنت إنسان عربي تونسي جزائري مغربي أي، المهم ماشي مثلا للبرازيل، كيف باش توصل تحكي مع الناس أنت كي توصل للبرازيل في المطار مثلا، الإيميغراسيون باش يسألك. نبدو بالأول مرحلة، ما نحكوش كيفاش باش تخدم كيفاش باش تعيش، ما زلت في المطار باش تلقى صعوبات في التواصل، يقول لك منين جاي وليش جاي وقداش باش تقعد، ماكش باش تفهمها. بالطبع نحكي عن الناس ما تعرفش تتكلم بالانجلي، وما قلت لكمش تعلموا الانجلي باش تولي كيما الامريكان ولا الانجليزي، لا، جوست يعني تمشي نفسك يعني تمشي روحك في التواصل هذا، هو فهمتوني. بالنسبة للنقطة الثالثة الله يكتبهم حتى في كراسة باش ما ننساهمش، النقاط مهمين جدا حبيت نفيدكم بيهم. النقطة الثالثة هي معلومات عن الدولة اللي باش تروح لها. يعني أنت إنسان حاب تسافر مثلا الأرجنتين أو فرنسا أو برازيل أو قطر، أي دولة، المهم أي دولة، لازم يكون عندك معلومات عن الدولة هذه، تبحث في الإنترنت، تبحث في اليوتيوب، تقرأ الكتب، مش عارف أنا، تسأل أصحابك، تسأل الناس اللي عندها خبرة، معلومات عن الدولة هذه. مثلا ماشي لدولة معينة، ماشي لكوريا، إيش سلبيات كوريا، إيش إيجابيات كوريا، كيف الإيميجريشن يتعاملوا مع المسافرين، كيف الشعب الكوري، كيف هل فيها شغل او ما فيها شغل، فيها خدمه ولا ما فيهاش خدمه، هل الدوله هذه تعطي رواتب، تعطي اقامه. الاشياء هذه راهي مهمه قبل ما تسافر، مش معنى حطيت في راسك مثلا مش تمشي لدوله معينه توكل الله، طبعا توكل الله، ولكن لازم تكون عندك معلومات عن الدوله هذه، راهي الشيء هذه تفيدكم. بالنسبه للنقطه الرابعه، اذا كان سيئا قررتوا بالسفر وتوكلتوا بتوكلوا على الله، اللي هي يكون عندك التذكره اللي روتور، لازم يكون عندك التذكره ذهاب وعوده، لانك انت ماشي في حاله سياحه مثلا، عندك فيزا توريستيك لازم يكون عندك الروتور. بالطبع انت ماشي سياحه لازم تثبت للجوازات، موظف الجوازات الميغراسيون، اللي انت راجع مغادر الارض هذه بعد 10 ايام او 20 يوم. حاولوا ما تطولوش يعني في الروتور باش تكون امور اسهل. بالنسبه اذا كان عندك كونترا ترافاي عقد عمل، توقع مش لازم الروتور، لانك انت اصلا باش تقيم في البلاد هذه، فهذا يكون يعني حاجه عاديه لانك انت باش تقيم يعني باش تشتغل، فممكن ما يسالكش على الروتور. ولكن اذا كان ماشي توريست توريست فيزا توريست، سواء اوروبا ولا اسيا ولا الامريك، لازم يكون عندك الروتور. اوكي، وصلنا وين وصلنا؟ النقطه الخامسه، خامس نقطه اللي هي يكون عندك ريزرفاسيون دوتيل كونفيرمي، يعني عندك حجز فندق يكون يعني صحيح ما فيهاش كلام.
حجز فندق يكون صحيح، راه الشيء هذا مهم جدا، ولازم يكون خالص يعني وصحيح، مش جست بوكينج يعني. راهو يقدروا يشيكوا، راهو في بعض المطارات يشيكوا على البوكينج دوت، يتصلوا بالفندق يشيكوا على التيكت، راهو رد بالكم يعني، يمشي في بالكم توري له ورقة يقراها برك، يقدر يشيك ويقدر يقراها برك على حسب انت وحظك بالطبع. المهم بوكينج دوت النقطة الخامسة. النقطة السادسة يكون عندها معك فلوس، ما تمشيش يعني ما عندك حتى فرنك. راهو يقدر موظف كيما كوريا او اليابان او هونغ كونغ يطلبوا من المسافر يوري له فلوس، مش كارت كريديت كارت بونكير، لا لازم يكون عندك كاش. انسان اوكي انت جاي سياحة تفضل مرحبا بك، عندك فلوس؟ تقول له اوكي عندي، يقول لك وري لي وري لي الكاش. انا التجربة صارت لي شخصيا، مش نحكي في كلام الراس، انا مشيت لماكاو جزيرة ماكاو اللي في الصين، وقال لي وري لي فلوسك، ووريت له فلوسي كان عندي 200 دولار تقريبا، بضحك قال لي برا رجع البلاد ب 200 دولار ما تعمل بها شيء، المهم رجعني على سبب الفلوس. اوكي قلنا عند النقطة السادسة اللي يكون عندك مبلغ من المال. بالنسبة للنقطة السابعة، دعوة من عند مواطن للدولة اللي انت ماشي لها، مثلا ماشي للبرازيل او كوريا، يكون عندك دعوة من عند الكوري هذا او البرازيلي، مش لازم على كل حال، ولكن تفيد الامور هذه يا اخوان. انا نحكي في 7 اشياء باش تمشي امورك منظمة وامور امنة. اذا كان عندك ال7 اشياء هذه كله رجعك بصراحة ظلمك، والظلم يعني حرم الله على نفسه الظلم يعني، فظلمك يعني. اذا كان عندك البي وعندك تتكلم لونج وعندك فلوس وعندك الاوتيل البوكينج وكذا تم ظلمك. ولكن غالبا كي تحضر ال7 نقاط هذه يكونوا مجهزهم بإذن الله. أوه كوبي، ثانك يو ثانك يو. وهذا قول انير كريما قاسي، سامحوني يا اخوان يعني جابوا لي قهوة، سامحوني. بسم الله الرحمن الرحيم. المهم وصلنا وين وصلنا؟ قلنا عند دعوة من عند مواطن. اوكي لازم يكون عندك دعوة من عند مواطن. حاولوا يعني تصرفوا كيف تتعرف على واحد في الانترنت، يبعث لك انفيتاسيون، الشيء هذا باهي ويفيدكم في السفر. المهم يا اخوان النصائح اللي قدمتها راهي مفيدة جدا اي انسان حاب يتغرب، باش ما تقعش في مشاكل وتفادى كثير من الصعوبات. نعاود النقاط. اول نقطة قلنا الحرفة، يكون عندك سبيسياليتي قبل ما تسافر، مش مشكلة اذا كان ما عندكش حرفة، ضيق مش نحي من عمرك سنة أو سنة ونص على حسب الاختصاص، واعمل حرفة وتوكل على الله يكون أحسن. حتى في البني في المرمى، احنا في تونس نقول المرمى مجال البناء يعني، الأخوة العرب ما يفهموش المرمى هي مجال البناء مثلا، فهمتوني؟ تقدر تخدم بالحرفة هذه. كذلك اللغة مهمة للناس اللي حابة تخرج برا، اللغة تسهل برشا حاجات. معلومات عن الدولة، يكون عندك يعني معلومات عن البلاصة اللي البلاد اللي ماشي لها، البي لي روتور ذهاب وعودة، ريزرفاسيون دوتيل بوكينج دوتيل يكون كونفيرمي، يكون لازم معك فلوس على حسب الأيامات باش تقعدها. غالب الدول مثلا حسب الدولة تحتاج في اليوم 80 أو 100 دولار مثلا، إذا باش تقعد 10 أيام تحتاج 800 دولار أو 1000 دولار هكا يعني نورمالمون. راني ماهيش نصعب فيها يعني يا إخوان، ولا تقولوا شبي صعب فيها، الأرزاق بيد الله على كل حال. ولكن الأشياء هذه راي تفيدكم، ومن حب يعني نحب لكم كان الخير، ما نحبش الناس يعني تقع في مشاكل. انا عندي واحد صاحبي بالمناسبه تحيه ليه، اسمه وليد، تكلمت عليه في فيديو سابق، اخويا وعشيري وعدت معايا ايامات في الغربه باهي برشا، مشى لكوريا وحكى لي يعني التجربه هذه ورجعوه. تصور انت من تونس لكوريا قداش من ساعه في الطياره جو سي با، والبي شراها مش عارف ب 1000 دولار 900 دولار مش عارف سا ديبون، ورجعوه. ليش؟ لان اكيد مش محضر الاشياء اللي نحكي فيها. المهم يكون عندك السبيسياليتي لونج، المعلومات عن الدوله باش تمشي لهذه نقطه تفيدك، البي لي روتور، الحجز الفندقي، يكون عندك ريزرفاسيون دوتيل، مبلغ يكون عندك شويه فلوس هزو معاك، ودعوه من عند مواطن على حسب البلاد باش تمشي لها. هذا هو يا اخوان، وان شاء الله تفيدكم النقاط هذه وتفهموني بالكدا، وراني نحب لكم كان الخير ومانيش نصعب فيها، فهمتوني؟ النقاط هذه مهمة جدا لأي شاب يحب يتغرب لأسباب يعني معينة، فهمت؟ كل إنسان عنده الحق يعني يهاجر من بلاده، وهذا حق كل شاب يحب يبدل حياته. وتوكل على الله، ونتمنى لكم كل الخير، وتحية لكم أينما كنتم الناس تتبع فيها، في الجزائر، في تونس، في المغرب، في مصر، رانا نحبكم الكل، وراكم كلكم إخواني، وكلنا رانا إخوة وعرب ومسلمين. وتحية للناس كل أينما كنتم في جميع أنحاء الأرض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.